مواصفاته كده. بدات بدات كان كابتن سمير ابو سعود مدرب، وكابتن ممدوح خفاجه، وهو كان مساعد معاه كابتن فتحي نصير مع كابتن مصطفى حسين. وبدات بقى اخش مع 13 سنه والامور تمشي، ما كنتش بلعب بصفه اساسيه. اللي كانوا موجودين كانوا اقدم مني وبيلعبوا. بس انت كان شخصيتك احترافيه، يعني لو احنا بنتكلم دلوقتي على اللي موجود، حضرتك كنت تدري جيدا يعني احتراف والتزام، واللي ياكد كلام حضرتك ان انت ما كنتش اساسي في الاول. بالظبط. فازاي وصلت لده؟ اكيد بالالتزام والتدريب واثبات ازاي؟ بص يا اسم، الالتزام والتدريب والنظام من المؤسسه نفسها يعني. بصراحه يعني فعلا احنا تربينا في مؤسسه النادي الاهلي. يعني انا تملي بقول، لسه كنت بتكلم قبل الهوا، انا بشبه النادي الاهلي بالجنه في الارض. يعني لازم الناس تعرف كده، عظيم المصطلح ده. جنه الارض في الرياضه هي النادي الاهلي. واحنا نحسها اللي بره النادي الاهلي. انا يعني دلوقتي مع الانتاج الحربي كرئيس قطاع ناشئين، انا حاسس ان يعني مش عايز اقول كلمه ان انا في النار بتلسع. طبعا بعيد عن البيت الكبير وبعيد عن الجنه دي. بس حضرتك تصريحك تكملته بقى كمان، ان انت حتى خير النادي الاهلي بيكون عليك طبعاً وانت بره النادي الاهلي. طبعا احنا كلنا، حتى الناس اللي بتشتغل بره النادي الاهلي، خد بالك بتشتغل على حس النادي الاهلي وتاريخها طبعا اللي عملته بيشفع لها بشكل كبير. عايز اقول لك المؤسسه يا هيثم محمد هي اللي ربطنا على كده. يعني انا ابويا وامي ناس غلابه وربونا وكل حاجه، لكن لما تخش بقى تلاقي قيم في النادي الاهلي، تلاقي الصلب وقتها ومين اللي بيصلي بيه، الكابتن مصطفى حسين والمدربين، واخد بالك واقفين احنا وراه صف واحد. تبص في التغذيه تلاقي طابور ماشي رايح على المطعم.